الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا تعمدت اليوم إني أتكلم وأنا بهذا الشكل، واليوم بدي أعطيكم نصيحة مهمة جدا للشباب. أول شيء يقول المولى سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. آمنت بالله العظيم ورسوله الكريم القائل: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ولله أشد فرحا بتوبة عبده، فمهما فعلنا من الذنوب والمعاصي والكبائر لا نقنط من رحمة الله، لا نقنط، ما في شيء بخليك تقنط من رحمة ربنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أرحم فينا من أبونا وإمنا. فالإنسان مهما فعل مهما عمل لا يقنط من رحمة الله. نرجع إلى الله، نتوب إلى الله. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، معظم الصحابة كانوا شباب. سيدنا أسامة بن زيد في الروايات 15.5 كان عمره، شاب، كان قائد جيش. فما نيأس، ما نقول ربنا ما بيغفر له، ربنا ما بيرحمنا، ربنا سبحانه وتعالى يفرح لتوبة الإنسان. الله سبحانه وتعالى والملائكة تفرح بتوبة العبد. لهذا أيها الشباب، نقبل على الله بقلوبنا، نتوب إلى الله، ولو أذنبت توب كمان مرة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا هو التواب، اسمه التواب، مش بتوب مرة ومرتين وثلاث، تواب رحيم. وإنما الإنسان ينوي التوبة الله سبحانه وتعالى بيقبله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.